تحل علينا نعمته وبركته الآن كل أوان إلى دار الدور كلها أمين. فرحانين جدا النهاردة أول محاضرة في السنة الدراسية الجديدة، ومش أول محاضرة بالضبط، هي أول محاضرة كانت يوم الحاد، لكن النهاردة أول محاضرة للطلبة بتوع الدفعة الأولى يبقوا لوحدهم من غير ما يبقى معانا دارسين من خارج المدرسة. فالنهاردة أول محاضرة دراسية في السنة الدراسية الجديدة للدفعة الجديدة. بنرحب بكم في تيرانوس، وأعيد على مسامعكم بعض التنبيهات اللي هتفيدني أنا إن أقولها مرة تاني. إحنا كل أربع المحاضرات الساعة 5:30 بنصلي، والساعة 6 تبدأ المحاضرة في مسرح مريمينا فليمنج. كل أربع، كل اثنين نبدأ الساعة 5:30 السكشنز في مركز إيمي بالبطريركية المرقصية. نمرة 3، كل الفاعليات توضع على صفحة الفيسبوك بتاع المدرسة وتوضع على صفحة الواتس. أي أسئلة خاصة، هناخد إيه، هنعمل إيه، كل حاجة بقت دلوقتي موضحة عندكم. البرنامج بتاع السكشنز عندكم، البرنامج بتاع المحاضرات موجود على الفيس، موجود على الواتس. أتعشم لأن حاجة مهمة جدا في المدرسة. نمرة 1، المواظبة، لأننا نأخذ في هذا المكان تعليم راقي جدا ومميز جدا، تعليم راقي جدا ومميز جدا. وجميع الذين يأتون إلى هنا ليعلمون من أنظر العلماء الموجودين في هذا الزمان. أقول هذا، أقول الصدق في المسيح وأفاخر. اللي راح يغيب هو اللي هيبقى بيخسر. هدف المدرسة مش ان احنا ناخد شهادة، ولا هدف المدرسة ان الواحد ياخد كل اسبوعين ثلاثة كرتونة كده ان حضر دورة. الموضوع مش كده خالص. علشان كده المنهج بتاعنا ان احنا ندرس، نفتش، نبحث كيف تفكر وكيف تبحث كنسيا وابائيا على اعلى مستوى. احنا مش في حصة املة هنا، والتعليم مختلف عن اي مكان تاني. هنا ما احناش في كتاب، هنا في تعليم راقي لا يقارن بمكان اخر. علشان كده يستلزم مننا زي ما في جدية من ادارة المدرسة، كمان يبقى في جدية من الطلبة. اي وقت بتصرفه ثق تماما انه في محله هتستفيد كتير كتير كتير. اخر تنبيه، ادخلوا على الصفحة بتاعت المدرسة الفيسبوك وراجعوا اليوتيوب، ستجدوا ان اكتر مكان مركز علمي يضع المعلومات على الانترنت كخزانة للتعليم اللاهوتي المعاصر، لكي يحفظ جهد الآباء والعلماء الذين يأتون ويعلموننا ويعطونا من عصارة محبتهم وأوقاتهم وعلمهم. اليوم معنا أبينا الحبيب العلامة، وهو غني عن التعريف، وهو معنا منذ أن ابتدأنا، وبدونه ما كنا في هذا التطور في التعليم. شهادة حق أبونا هيدينا two sessions. السيشن الأولاني عن القديس ديسقورس بطل الأرثوذكسية وجهاده في مجمع خلق دنيا، والسيشن الثاني هيبقى عن الاختلافات العقيدية مع الطوائف ودخول الطوائف لمصر. أتعشم إن احنا نبقى نبقي التساؤلات إلى نهاية المحاضرات حتى تلتئم المحاضرة وتكتمل. ربما ما تريد أن تسأل فيه الآن ترد إجابته إن بتوين أثناء المحاضرة. المسيح إلهنا في وسطنا الآن يتمجد بمجده ومجد أبيه وروحه القدوس، يباركنا بكل بركة سماوية. له المجد في كنيسته الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. شكرا لود سابون على هذه الكلمات التي لا استحقها والتي تعبر عن
زي ما قلت له في المكتب من شوية، تعبر عن قلبه المحب الكبير. ربنا يخليه دايما نبراسا للعلم ومحبا للتعليم. حلني قدسك حلني أبائي. ربنا يدينا من علمه وربنا يدينا من نعمته عشان نقدر ان احنا نتعلم كلنا مع بعض، وانا اولكم، لان انا ايضا احتاج الى التعليم والى التعليم السليم. احنا في شهر اكتوبر الحالي اللي احنا موجودين فيه يكون مر على مجمع خلق الدنيا بالتمام والكمال 1568 سنة، لان مجمع خلق الدنيا كانت اولى جلساته يوم 8 اكتوبر واستمر لمدة 16 جلسة متتالية على مدى 3 اسابيع. يعني في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو الوقت اللي كان تجري فيه احداث تاريخية هامة اثرت على الكنيسة من القرن الخامس وقت انعقاده والى هذه اللحظة لازال هذا التأثير موجود. ومن هنا يهمنا ان احنا نعرف ماذا جرى لابائنا وخصوصا ابونا اللي احنا بنلقبه ببطل الارثوذكسية، ابونا البابا انبا ديسقورس البطرقة رقم 25، اللي قعد على الكرسي تقريبا حوالي 10 سنين، ويمكن الثلاث سنين الاخيرة من حبريته اللي هي من 451 الى 454 اخر 3 سنين في حياته، هم اللي كان لهم تأثير قوي جدا جدا على كنيستنا ومعها سائر الكنائس الشرقية الارثوذكسية القديمة. انتوا عارفين طبعا العيلة دي مكونة حاليا من 6 كنائس، فلها تأثير على هذه العائلة الارثوذكسية القديمة 6 كنائس، وايضا لها تأثير على الكنائس في العالم الغربي بشقيه، البيزنطي كرسي القسطنطينية وما يتبعه، واللاتيني كرسي روما وما يتبعه. البابا ديوسقوروس في نظر الغرب هو الهرطوقي، هو الأوطاخي الذي يتبع هرطقة أوطاخي، وهو المنشق، وهو الفرعون، وهو الذي يستحق الحرم، وهو الذي يستحق النفي، ده كله قالوا عليه وعملوه فعلا. ولكن هو في نظر بقية الكنائس هو البطل الحقيقي الذي حام عن الإيمان المستقيم، الذي كان يفهم معاني الكلمات اللاهوتية بمصطلحاتها ومعانيها وما تعنيه. متعرفين أحيانا عدم الدقة في المصطلحات اللاهوتية بتؤدي الى هرطقة، وربما كل العبارة دي سمعتوها مني هنا او في يعني في المعاهد اللي بندرس فيها تاريخ الكنيسة تملي قال لهم هذه العبارة، انه عدم استخدام المصطلحات الدقيقة في التعبيرات اللاهوتية تؤدي الى هرطقة على طول. عشان كده كان البابا ديوسقوروس من الناس الذين يفهمون جيدا معاني المصطلحات الكنسية، وعشان كده رفض رفضا تاما وباتا ان يستخدم في طبيعة السيد المسيح عبارة الطبيعتين، ودي اللي احنا لحد النهاردة بنعاني منها، حد النهاردة بنعاني من هذا التعبير اللي هو تعبير الطبيعتين الذي ادخله مجمع خلق الدنيا على التعليم المسيحي. البابا ديوسقوروس هو رقم 25 في سلسلة بطاركة الاسكندرية، وزي ما قلت لكم قبل كده في احدى المحاضرات ان لقب بطريرك لم يظهر في الكنيسة وفي التاريخ الا بعد مجمع خلق الدنيا. عشان كده كل المجامع اللي بنؤمن بيها بلا استثناء، جامع المسكونية، تستخدم لفظ اسقف. يعني ما تيجوا تقروا في التاريخ وخصوصا المؤرخين القدام يقول لك ديوسقوروس اسقف الاسكندرية، اثناسيوس اسقف الاسكندرية، كيرلس عمود الدين اسقف الاسكندرية. وطبعا ده اللي هتلاقوه في كل المراجع التاريخية القديمة التي ارخت للبابا ديوسقوروس او لمجمع خلق الدنيا. لكن لقب بابا اطلق مبكرا جدا على اسقف الاسكندرية في كرسي،
ويمكن أنا ذكرت لكم سابقا السبب إيه. السبب يبتدي من سنة 188 ميلادية. ما لها السنة دي يعني، ده احنا في أواخر القرن الثاني يعني. فهذه السنة السماء اختارت إنسان أمي متزوج لا يعرف شيء في العلوم اللاهوتية ولا يعرف شيء في المصطلحات الطقسية، لكن السماء اختارته ليجلس على كرسي ماريمورقوس باسم البابا ديمتريوس الأول الشهير بالكرام. وفي عهده كان هناك نماء للكنيسة، وظل على الكرسي لحد سنة 230 ميلادية، يعني في الثلث الأول من القرن الثالث. ولما خرجت المسيحية خارج الأسكندرية إلى مناطق كثيرة واحتاج الأمر إلى أسقف مساويين له في الرتبة، حسب ما بيقول لنا أنبا يوساب المؤرخ أسقف فوه في تاريخ الأباء البطاركة، ده غير ساويرس ابن المقفع، أنبا يوساب ده راجل مؤرخ، بيذكر لنا معلومة تاريخية هامة أنه أول من رسم أساقفة يساعدوه في الكنيسة ورسم 10 أساقفة، ودي كان أول مرة في التاريخ الكنسي السكندري يظهروا أساقفة آخرين إلى جوار أسقف الأسكندري. فحبوا يميزوا الأسقف صاحب الكرسي الرسولي، حبوا يميزوا الكبير بتاعهم، فقالوا له أنت بابا. ومن هنا ظهر كلمة بابا الأسكندرية بدل كلمة أسقف الأسكندرية. وأول من أطلقت عليه اللي جه بعد ميتريوس على طول وهو البابا هيروكلاس رقم 13. كل ده أنا بس بدي يعني تمهيد تاريخي عشان لما نستخدم عن البابا ديسكوروس كلمة بابا نكون محقين تاريخيا، كلمة أسقف الأسكندرية نكون أيضا في محقين تاريخيا. أما كلمة بطريرك فده جت بعد كده. فكان هو البابا رقم 25 في سلسلة باباوات الأسكندرية. وطبعا واضح من الأحداث اللي مر بيها والتربية اللاهوتية اللي هو تربى عليها وقيادته للكنيسة بطريقة حازمة وموقفه الصلب في مجمع خلق دنيا، أنه كان يتميز بقوة قوية جدا تساعده على هذا الوقوف الصعب. وطبعا هي النعمة الإلهية أولا، ولكن أعداء أطلقوا عليه أنه الفرعون، وأطلقوا عليه أنه عنيد، زي ما هنسمع بعد شوية في الأحداث كيف اصطدمت به الملكة مرات مرقيان اللي كان في عهده المجمع، وإزاي عيرته بهذا العند وكيف رد عليها. بس أنا هأجل الجزئية دي شوية يعني. طيب عرفنا منين سيرة ديسقورس؟ دي حتة مهمة، مصادر السيرة ومصادر الكتابة دي مهمة عندنا قوي. طبقا للمخطوط اللي موجود في مكتبة البطريركية رقمه 171 لاهوت، اللي فيه السيرة بتاعت البابا ديسقورس، يقول كده بالنص: إن سيرة أبينا السيد المغبوط العظيم في بطاركة مدينة الأسكندرية الطوباني، لو الطوباوي يعني، أما ديسقورس سطرها ساويوستوس الشماس، وأرسلها إلى مدينة الأسكندرية من الخمس مدن، لأنه كان مع الأب ديسقورس إلى حين نياحته. كلمة دي ما تتفوتش، يعني إيه إلى حين نياحته؟ يعني راح مع المنفى وعارف إيه اللي حصل في أواخر سنين. نكمل. وكان قد كتب إليه قصا محبا لله يعرفه أن الهراطقة، يقصد بين هنا بالهراطقة الخلقدونيين الذين يؤمنون بمجمع خلق دنيا، يعرف أن الهراطقة لما بلغهم نياحة الأب ديسقورس، كلام ده سنة كام؟ 454 نياحته كانت في 454. لما بلغهم نياحة الأب ديسقورس دفعوا عليك عند الملك. يعني ايه دفعوا عليك؟ اشتكوه يعني، اشتكوه قالوا عليه وشايات كتيرة يعني.
طبعا ده وضع طبيعي يعني. وعرفه ان يختفي، قال له خد بالك هيتقبض عليك، هيتقبض عليك لانه قالوا عليك كلام قد كده. وعرفه ان يختفي، فهرب الى الخمس مدن وكتب هذه السيرة المقدسة من هناك، واظهر فيها يسيرا من القوات والعجائب التي اجراها الله على يدي هذا القديس الاب ديسقورس في جزيرة غغرة، ونياحته كانت في اليوم السابع من شهر توت. الكلام ده نقلا عن مخطوط 171 لاهوت، الورقة رقم 228. من الدباجة دي اللي وردت في مقدمة سيرة البابا ديسقورس نعرف ان هناك مصدر كنسي سليم، وهو تلميذه الشماس اللي سموه او متسمى ساو يسطس، انه هو الذي كتب وكتب ما عينه وما شاهده، وخصوصا في فترة النفي اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة، لانه احنا دايما نركز في سيرة البابا ديسقورس على مجمع خلقدونيا، لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ حاجات كتيرة قوي، لانه بيذكر ان هناك معجزات وان هناك عجائب حدثت منه، وده يدل على تقواه. وعشان كده هذا الشماس اتبعت له قال له اختفي، واختفى فعلا في الخمس مدن الغربية. وانتوا عارفين ليه الخمس مدن الغربية بالذات؟ لانها احدى الابروشيات الكبرى التي تتبع كرسي الاسكندرية. ولما اقول الكبرى يعني مش مجرد اسقف على ابروشية كبيرة، لا، ده كان هناك رئيس اسقفة يتبعه خمس كراسي اسقفية في الخمس مدن الغربية. وعندنا طبعا يعني تاريخ هذا الكرسي مش هنتعرض له دلوقتي، لكن نعرف ان ربنا هيأ له هذا الهروب وهذا المكان وهذا الاختفاء عشان احنا نعرف جهاد وسيرة وما حصل مع هذا الاب، وهل هو فعلا هرطوقي ولا كان انسان تقي، ولا كان انسان تقي. عشان نجاوب على حتة التقي دي عايز يعني ناخد كده في التاريخ، وخصوصا تاريخ البطاركة، هنط من القرن الخامس الى القرن التاسع عشان بس اجاوب على حتة التقي دي، بس اجاوبها بشاهد تاريخي مسجل في تاريخ البطاركة. ايه اللي حصل بعد 25 بطرك، يعني اثناء رسامة البطرك رقم 50، وكان يدعى انبا ياكوبوس، ياكوبوس يعني يعقوب، ورد في سيرته الكلام ده كان سنة 819 ميلادية بالتحديد، يعني يوم 29 ابريل 819 ميلادي، ده اليوم اللي اترسم فيه البابا ياكوبوس. ايه اللي حصل؟ احد الشيوخ من الكهنة كان موجود، لوش راهب بقى ولا كاهن ولا، ولكن ابصر منظر روحاني جميل. ايه المنظر؟ بص لقى ظهور للبابا ديسقورس من ناحية، ومن ناحية للبطريرك ساويروس الانطاكي، في اللحظة اللي وضعوا فيها الانجيل على دماغ انبا ياكوبوس. انتوا عارفين بنطقس رسامة البطرك انه لازم يحط الانجيل على دماغه على اساس انه هو هيسير بموجب هذا الانجيل ويحترمه، ما يخرجش عنه طبعا وما يخرجش عن العقيدة. ففي هذه اللحظة شاف الاتنين مسكين الانجيل وسمع صوت وقال له يا ياكوبوس، ان كما كنت مع اخواتك البطاركة دول ساويروس وديسقورس هكون معاك وهتجاهد نفس الجهاد. حاجة جميلة جدا انه بعد اربع قرون، وطبعا مش هنقول في زماننا عشان مش احنا شهادتنا يعني متبقاش، مش هتبقى قوية، لكن التاريخ يذكر لنا هذا الامر، وده يبين لنا انه مدى رضا السماء عنه وعن تعليمه وعن قد ايه احتمل في سبيل الايمان. طبعا انا مش داخل دلوقتي ان انا اثبت لكم قداسته من عدم قداسته، لكن انا بدلل بس في بعض الاحداث التاريخية التي تدل لنا على مكانة هذا الاب في السماء. خلينا ندخل في اهم حدث في حياته، وهو حضوره
في مجمع خلق دنيا المشؤوم. دائما انا عايزكم لما تجيبوا سيرة خلق دنيا بالذات لألا يظن ان ده احد المجامع الكويسة لازم تقولوا بعديها المشؤوم. مجمع خلق دنيا المشؤوم الذي شق كنيسة المسيح شقين. طبعا اللي شق كنيسة المسيح لا يمكن يكون من الله ابدا، لان اللي ما يجمعش مع المسيح يعمل ايه؟ يفرق على طول. طب ده فرق ولا جمع؟ اذن ليس هو من الله. وعلى الرغم انه حسب المؤرخين الروم البيزنطيين ان بيقولوا كان العدد اللي كان موجود في هذا المجمع يتراوح ما بين 600 الى 630 اسقف، عدد كبير طبعا. في مجمع نقيا اللي اهم منه ما حضرش العدد ده، يمكن نص العدد ده 318، ولا في القسطنطينية ولا في أفسس ولا غيره. لكن بالرغم انه هذا العدد الكبير كان موجود الا ان روح الكراهية وروح التعصب وروح الكبرياء هي التي سادت على هذا المجمع. امال فين روح الله؟ فين الاتضاع؟ فين المحبة الحقيقية التي تغفر ونغفر لبعضنا بعضا؟ سامحوني انا لا ادين احد، انا بس بتساءل، لانه حتى ده يورينا ان حتى ممكن ما بين القيادات الكبيرة في الكنيسة الشيطان ممكن يخش. وسامحوني اخرج كده عن التاريخ، اخش في الكتاب المقدس في العهد القديم، في القصة بتاعت اخاب لما حب انه يروح يحارب رموت جلعاد، بلد هيحاربها يعني، وكان ملك اسرائيل وملك يهوذا الاثنين موجودين. فجه عدد كبير من الانبياء وسألهم نروح ولا ما نروحش. الكبير بتاعهم راح عامل قرنين حديد ولبسهم فوق دماغه ونطح كده، قال له هكذا تنطح اعدائك، يعني نخش ولا ما نخشش؟ قال له هتنتصر، انا بقول لك هتنطح اعدائك. وبعدين قال ما فيش حد تاني من الانبياء، وكان عددهم كبير جدا يعني. فاخاب قال له بص، في واحد بس لا يتنبأ علي خيرا. قلش ايه؟ قال طب هاتوا نسمع منه. فبعتوا له المرسال اللي راح يجيبه، قال له بص اسمع، كل الانبياء قالوا كلام حلو للملك، فانت ايه ما تخرجش عن الكلام ده. قال له اللي ربنا هيبعته لي انا هقوله. فرح له قال له ها هتتنبأ علي بايه؟ اروح ولا ما اروحش؟ قال له مش قالوا لك روح؟ روح، فاستحلفوا بالله ان يقول له ربنا عايز ايه. قال له طب اسمع بقى، اسمع بقى اللي هقوله لك بقى. رأيت إسرائيل مشتتة كخراف لا راعي لها. أول حاجة خبط في الراعي، قال له مش بقولك ما بتنبأش عليا؟ قال له بس خلينا نسمع للآخر. قال له رأيت كل جند السماء، اللي هنا يقصد الشياطين الأرواح يعني، مجتمعة وربنا بيسأل من يغوي أخاب فيسقط في رموت جلعاد. فخرج الروح وقال انا اغوي. الروح هنا اللي هو ايه؟ اشطه. قال له بماذا تغوي؟ قال له اكون روح كذب في افواه جميع انبيائه. اتكلم بالكذب فين؟ وانبياء. احنا لا نؤمن بعصمة احد حتى الانبياء، وكنيستنا الارثوذكسية لا تؤمن بعصمة احد مهما كانت رتبته ولا مكانته مدنية ولا كنسية، ودي أحلى ما في الكنيسة يعني. فأنا عايز أقول بقارن هنا، أنا ما بخرج من التاريخ أروح الكتاب، أقول يعني الأحداث الشيطان بيكررها، اللي قالها في الكتاب بيكررها في التاريخ، أنه برغم من العدد الكبير اللي حضر في خلق دنيا، لكن رغم كده للأسف انتهى الأمر بأنه ابتدعوا في الإيمان وشقوا الكنيسة وأوجدوا خلافات، وما زالت هذه الخلافات موجودة لحد النهاردة.
طبعا حضروها شخصيات كتير انا مش هدوشكم بيها، ولكن هم اجتمعوا في الكنيسة اسمها كنيسة القديسة أوفيمية، كانت في مدينة خلقدونيا اللي هي كانت تقع ضمن مقاطعة اسمها مقاطعة بيسينية، دي تجاه القسطنطينية، القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا، ودي خربوها فيما بعد العثمانيين في العهد العثماني، واسمها قرية حاليا اتعملت على أنقاضها اسمها قاديفوة، قاديفوة دي في تركيا. وطبعا كان لازم تخرب خلقدونيا، يعني دام خربت الكنيسة يبقى لازم فاجتمع المجمع في هذه الكنيسة في عهد الامبراطور ماركيان وزوجته بوليشاريا، بوليشاريا او بوليكاريا او بوليخاريا، ثلاث اسماء هي اسم واحد حسب انتوا عارفين حرف الكي في اليوناني بينطق كاف وشين وخاء، يعني فاللي يقول كده صح كده صح كده صح، واخدين بالكم؟ وطبعا انا هسيب ماركيان ده ولكن همسك في زوجته واقول من هي عشان بس نعرف ونعرف الاحداث ماشية ازاي. نسأل واحد مؤرخ عند السريان اسمه ابن العبري، غريغوريوس ابن العبري، وده كان رئيس اساقفة على كرسي المشرق، ومشهور انه كان مفريان، مفريان يعني بطرك جغصليق، بس السريان يقولوا عليه مفريان، مفريان كلمة سريانية معناها المثمر، ودي عندهم رتبة كنسية بيقولوها للبطرك التابع لكرسي رسولي، زي ما احنا نقول كده بطرك جغصليق يعني. فكان رئيس أسقفة للمشرق ووضع تاريخ كبير قوي، والتاريخ ده كان سماه مختصر الدول، الطبع سنة 58. لو سألنا ابن العبري يا راجل يا مؤرخ سمعت ايه عنها وقريت ايه في تاريخك وتواريخك اللي قبل كده، يقول لنا كده بالنص: ماركيانوس قيصر ملك 7 سنين، ماشي يا عم عرفنا الحتة دي، وتزوج بوليكاريا اخت سيئوديسيوس الصغير، سيئوديسيوس اللي هو كان سابق على ماركيان ومات بدون نسل، وكانت اخته دي بوليكاريا دي كانت اترهبنت في احد الاديور، فتعمل ايه بقى؟ يسيبوا الكرسي المملكة يعني؟ لا، نشوف ابن العبري يقول ايه. اخت سيئوديسيوس الصغيرة التي كانت راهبة، كانت ايه؟ راهبة. امال ايه اللي خلاها ملكة وزوجة؟ اهو هو بيقول الراجل بيفصل لنا الحتة دي: لان جماعة من الاساقفة المرائين، وصف صعب طبعا، مسيح في الانجيل كان يقول المرائين ده ويحط قبليه الويل، الويل لكم ايها الكاتب والرسين ايه؟ مرائين، لاجل مرائته. لأن جماعة من الأساقفة المرائين أفتوها في أمر الزواج، وقد كانت قبل ذلك متهمة بالزنا معه. ده مش أنا اللي بقول، ده راجل مؤرخ قديم، كلام ده في تاريخ مختصر الدول طبعة 58 صفحة 85. ولو سألنا عنها المتنايح أنبا باسيليوس مطران القدس في كتابه الشهير عصر المجامع يدينا وصف تاني مكمل لهذا الوصف، يقول ايه انبا باسيليوس؟ يقول بوليكاريا مشهورة بالمكر والدهاء وميالة للغطرسة والكبرياء. ده كده اكتملت الصورة طبعا، عشان لما تعرفوا انها اصطدمت ببابا ديسقورس نعرف ايه خلفيتها الاخلاقية وكيف كانت تربيتها وكيف فضلت الزواج والمملكة على الرهبان دور على حياتها الأبدية، ودي كانت أحد الأسباب إنها خايفة من ديسقورس القوي، لأنها كانت خايفة إنه سلة الغلات اللي هي مصر تخرج عن إيديها وعن الدولة الرومانية في هذه الفترة. انعقد المجمع زي ما قلنا في شهر أكتوبر سنة 451، وابتدت الجلسة الأولى يوم 8 أكتوبر.
وبعدين في الجلسة الأولى بصينا لقينا هجوم من اللحظة الأولى على البابا ديسقورس. ايه ده غريبة جدا، ده لسه المجمع بيلتئم. وعشان اقول لكم المجمع كان بيلتئم ازاي، ديكم كده تصور للمجامع. المجامع كان يحضرها رؤساء الكنائس الكبرى والأساقفة المشهورين في كراسيهم، ومن يقدر انه يحضر يحضر. في النص لازم يتحط الكتاب المقدس عشان خاطر يبقوا كلهم ملتزمين بما جاء فيه. يحضروا قضاة من طرف الملك، قضاة مدنيين، ويبقى معاهم قوة من العساكر للضبط والربط. انت فاكرين يعني المجامع ما بيحصلش فيها هرج ومرج ولا الكلام ده عندنا بس؟ لا، وبيحصل فيها ضرب كمان. مجمع نقيا المسكوني حصل فيه ضرب، مين ضرب مين؟ قديس نيقولاوس اسقف مدينة مورا ضرب أريوس على فمه وسجن بسبب هذا الأمر، لولا الست العذراء ظهرت له وطلعته، لأنه لما سمع التجاديف اللي بيتكلمها أريوس ما احتملش. وكان طبعا كتير من الفلاسفة في هذا الوقت، وهم الناس أرقى تعليما وناس حكمة، كانوا يحبوا يشوفوا المناظرات عشان يشوفوا التعبيرات وطرق الكلام. انتوا عارفين ان الفلسفة يعني محبة الحكمة، فيلسوفي يعني محبة الحكمة. وكانوا يقيسوا كلمات الأساقفة حسب المنطق وحسب علم الفلسفة. ومن يريد ان يحضر من الكهنة فليحضر، والشمامسة فليحضر. أثناسيوس كان شماس وحضر مجمع نقيا. مجمع أورشليم يقول لك اجتمع الرسل والمشايخ اللي هم الكهنة يعني. وبعدين كان هناك قوة عسكرية لضبط الأمور، إن لم يحضر الإمبراطور بذاته فكان هناك قضاة مدنيين يحضروا هذا الوقت. إيه اللي حصل بقى؟ إنه أسقف روما لاون اللي هو صاحب وثيقة لاون أو توماس لاون لم يحضر، ولكن أناب عنه 2 أساقفة وكاهن. وطبعا لما دخل البابا ديسقورس جلس كاستحقاقه وكرامته مع كبار الأساقفة، لأن كرسي الأسكندرية له مكانته. فاحتج أحد المندوبين من روما لأنه إزاي يجلس هنا وهو جاي متهم. وهنا كانت الطامة التي جعلت القضاة يتكلمون سريعا. قالوا له أنت قدمت اتهامات ضده؟ قال لا. قال في شيء أدين فيه؟ قال لا. قال طب إزاي تقول هذا الكلام؟ وأسكتوه. لكن الوقعة دي وإن كانت صغيرة واتلحقت بسرعة، لكنها تنم على أن هناك شيء مدبر ضد هذا الشخص. طيب هنقف هنا، وعايزين نعرف ليه بتوع روما جايين متحاملين في إيه. تعالوا نرجع بالزمن 2 لورا. يبقى سنة كام؟ 449 ميلادية. إيه اللي كان في سنة 449؟ مجمع أفسس الثاني، اللي الإمبراطور وقتها عهد إلى 3 برئاسة هذا المجمع: أسقف أورشليم، وأسقف الأسكندرية اللي هو البابا ديسقورس، وأعتقد كان أسقف نيقوميديا أو لم تخن الذاكرة يعني. وأرسل لاون بابا روما وثيقة وطلب قراءتها في هذا المجمع. فالبابا ديسقورس طلب من كبير الكتبة وكان اسمه القس يوحنا قراءة هذه الرسالة. فقال له عندنا الأول مجموعة رسائل من الملوك الحسن العبادة، يعني الملوك الأرثوذكسيين، لازم نقراها. قال له نقراها طبعا. قروها وخدهم الوقت وما تقرتش رسالة لاون، ونشكر ربنا أنها ما تقرتش، لأن كانت فيها خروج عن الإيمان بوجود طبيعتين في السيد المسيح. وقال عليه انه طبيعة تبهر بالمعجزات واخرى للإهانات، وهناك المسيح الاثنان الاله والانسان. ودي كانت الطامة الكبرى، لان هذه التعبيرات اللاهوتية فيها شبهة نسطورية
وفيها فصل للطبيعتين بتوع السيد المسيح بعد الاتحاد. هتعرض للحتة اللاهوتية دي بعد شوي. فقال انا لم امنع قراءتها. وبعدين فوجئ بقى انه من الجلسة الاولى ابتدوا بعض الاساقفة المغردين ان هم يقدموا اتهامات. يا جماعة فين جدول الاعمال بتاع المجمع؟ فين المواضيع الرئيسية اللي احنا جايين نبحثها؟ فين الامور اللاهوتية اللي جايين نتناقش فيها؟ تحول المجمع ها من يعني النواحي اللاهوتية الى هجوم ضد البابا ديسكورس. هو الروح قال ايه في ايام اخاب؟ قال له اكون روح كذب ها في افواه جميع انبيائه. بالظبط ده اللي حصل. تحولت الامور من الجلسة الاولى. وعلى الرغم ان المجمع عقد حوالي 16 جلسة الا ان بعض الجلسات كانوا يمنعوا حضور ديسقورس فيها بان يعينوا على باب سكنه حراسة قوية تمنعه من الخروج. وعشان يتمموا الاوراق ويستفوا الاوراق زي ما بيقولوا يرسلوا مندوب من المجمع بعد ما يلتئم ليه ويقول لهم هو اللي مش عايز يجي. احنا عملنا اللي علينا. احنا عملنا اللي علينا. درجة ان البابا ديسقورس لما تنبه الى هذه الامور كتب رسالة للمجمع لهم انا معين علي حراسة تمنعني من الخروج وانتم تستدعوني. طب قولوا لي نحل المشكلة دي ازاي؟ مش كده وبس. ده لما بدأوا ان هم يحولوا الامور ضده هو شخصيا فدافع عن نفسه بانه المجمع افسس الثاني كان يرقصه ثلاثة. فلماذا الاتهامات توجه الى شخص واحد ده لو كان هناك اتهامات؟ طب ايه الاتهامات بقى غير انه ما قراش رسالة لاون؟ قاموا بعض الاساقفة وقالوا انه مضانا على اوراق بيضاء تحت التهديد. فسألهم ديسقورس طبعا كان في فرصة في بعض جلسات انه هو يتناقش ويدافع عن نفسه. طب ما هو موجود في هذه الاوراق التي مضطوها على بياض؟ قالوا انا نعلم. قال طب ما ازاي عرفتوا انها على بياض وبعدين اتكتبت؟ ده شيء مش منطقي حتى يعني. طبعا نشكر ربنا ان الضمير البعض منهم صحي في احدى الجلسات قالوا قد اخطأنا. خصوصا بعد الاساقفة بتوع مصر قاموا ادوهم درس في كيفية الشجاعة وكيفية مواجهة الالامات. قال لهم عبيد الله لا يمكن ان يخافوا ابدا. اضرموا النيران ونحن نريكم كيفية الاستشهاد. يلا ولع ولع بقى كده وقولوا يلا للاستشهاد واحنا نريكم ازاي احنا نخش برجلينا. وصارت هذه الكلمة كلمات يعني منيرة يحفظها التاريخ جيدا. اضرموا النيران ونحن نريكم كيفية الاستشهاد. وطبعا انتوا عارفين الأقباط يعني يتورثوا في جيناتهم محبة الاستشهاد. مش ايام خلق دنيا ما قبل خلق دنيا في الحلقات العشر اديناكم محاضرة قبل كده عن حكاية الحلقات العشر للدولة الرومانية وما بعد ذلك في العصور العربية وما قبل العصور العربية بعد خلق دنيا لمدة 190 سنة. المسيحيين الخلق دنيين كيف كانوا يضطهدون المسيحيين الأرثوذكسيين وما بعد ذلك حتى العصر الحديث لحد النهاردة بنشوف شجاعات قوية عن محبة الأقباط بالذات إلى الاستشهاد لأنهم يسعوا إلى ملكوت السماوات. دي حاجة جميلة فيهم يعني. طبعا لما تأسفوا البعض بدأوا يدوروا على تهم اخرى. قالوا فلافيان فلافيان او فليبيانوس ده كان اسقف القسطنطينية هو ويوسابيوس مجمع افسس الثاني حطوهم عن كراسيهم. ليه؟ طبعا فيما بعد قبل خلق دنيا مات فلافيان فقاموا بقى بتوع روما وما يشيعهم وقال له ده مات شهيد. شهيد عملتوه شهيد ازاي؟
حكم عليهم مجمع أفسس بسبب استعمالهم لكلمة الطبيعتين، وهي كلمة غريبة عن المسيحية وغريبة عن التاريخ وغريبة عن وما ورثناه من الآباء. فكان رد البابا ديسقورس هنا استعماله للكلمة التاريخية المعروفة عن القديس كيرلس عمود الدين، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، الله الكلمة اللاهوت المتجسد فيها ايه؟ نسوت. لكن بعد الاتحاد ما نقدرش نفصل، نقدرش نفصل. يعني ندي مثل بسيط، مثلا اللي اتصلب على الصليب كان اللاهوت ولا النسوت؟ خدوا بالكم عشان هعيد على مسامعكم ما قلته في بداية المحاضرة، ان عدم استعمال الدقة في التعبيرات اللاهوتية يؤدي الى ايه؟ الى هرطقة. انا اعلم انكم مؤمنين ولستم هراطقة. اللي يقع عليه الصلب والالمات والمسامير ده اللاهوت ولا النسوت؟ طب هكل النسوت لوحده ولا كان متحد باللاهوت؟ لانه لو كان النسوت فقط هو الذي صلب كان خلص نفسه، لكن اتحاد اللاهوت هنا اعطى الخلاص لكل العالم في كل العصور اللي قبل كده واللي بعد كده. عشان كده يستعمل الانجيل انه خلصنا بدم صليبه، دم من النسوت، لكن بدون وجود اللاهوت مش ممكن. وطبعا كلكم عارفين من خلال دراستكم لاقوال القديس كيرلس، انا مش عايد عليكم، لكن هو ادى مثل جميل جدا عن اتحاد الحديد بالنار. لو جبنا قطعة حديد وحطيناها في النار هتخرج تبقى حديد ملتهب. حد يقدر يفصل الاثنين عن بعض؟ لكن هذه القطعة الواحدة لها صفات الاثنين. فاذا قربنا الحديد المشتعل من اي حد منكم ايه اللي هيحصل؟ هيلسعه، مش كده؟ طيب هنا اللي لسع النار ولا الحديد؟ لكن تقدر تفصل النار عن الحديد؟ تقدرش. طيب لو جبنا شاكوش تقيل او مرزبة وخبطنا على الحديد المشتعل ده وشكلناه، اللي تشكل ده الحديد ولا النار؟ لكن تقدر تفصل عن النار؟ ده يعني التشبيه انا بقوله بطريقة مبسطة جدا للي قاله القديس كيرلس عمود الدين وشرحه لنسطور وشرحه قبل كده في المجمع السابق. فديسقورس تمسك بهذا الكلام وجاب كمان من اقوال القديس اثناسيوس، قال لا يمكن اننا انقد هذا الكلام ولا هذا الايمان اللي استلمته، عشان كده كان يقولوا عليه فرعوني وعنيد. وبعدين قال لهم ممكن كحل وسط اقبل ان المسيح من طبيعتين قبل الاتحاد، من طبيعتين، طبيعة نسوتية وطبيعة لاهوتية، لكن ايه؟ لكن تحت، لكن اقول طبيعتين وهنخش بقى في امور لاهوتية صعبة؟ لا، فرفضوا. طبعا هنا كانت النتيجة ان وجهوا سهام غضبهم عليه. وفي احدى الجلسات كانت حاضرة بوليكاريا او بولشاريا وقالت له ايه؟ انا هجيب لكم النص مش اللي قاله مؤرخ مسيحي، لا ده انا جابه لكم من المقريزي، الشيخ تقي الدين المقريزي، الراجل المسلم اللي اخد عن بعض المؤرخين اللي قبله، وشوفوا هو قال ايه. قالت له يا ديسقورس لقد كان في ايام امي انسان عنيد مثلك. اهو النص. فقالت بوليخاريا زوجة مرقيانوس وكانت جالسة بإزائه يا ديسقورس قد كان في زمان امي انسان قوي الرأس مثلك، عنيد دماغه ناشفة،
قوي الرأس مثلك، وحرموه ونفوه عن كرسيه. بعدين المقريزي كتر خيره واخد عن مؤرخين مسيحيين بيفسر يقول تعني يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية. عارفين طبعا القصة دي. طب رد قال ايه؟ فقال لها قد علمت ما جرى لأمك وكيف ابتليت بالمرض الذي تعرفينه. انت عارف المرض اللي جالها نتيجة كده. الى ان مضت الى جسد يوحنا فم الذهب واستغفرت فعوفيت. طبعا بقى يعني كشف لها المسطور وقال لها الحقيقة ايه اللي كانت النتيجة. فحنقت من قوله ولكمته فانقلع له درسان وتداولته ايدي الرجال فنتفوا اكثر لحيته، وامر الملك بحرمانه ونفي عن كرسيه فاجتمعوا عليه وحرموه ونفوه واقيم عوضه بروتاوس. ومن هذا المجمع افترق النصارى وصاروا ملكية على مذهب مرقيانوس الملك، ويعقوبية الأرثوذكسية يعني على رأي ديسقورس. وأما ديسقورس فأنه أخذ درسيه وشعر لحيته وأرسلها إلى الأسكندرية وقال هذه ثمرت تعبي على الأمانة، فتبعه أهل الأسكندرية ومصر وتوجه في نفيه، فعبر على القدس وفلسطين وعرفهم مقالته فتبعوه، وقدم عدة أساقفة يعقوبية ومات وهو منفي. المقريزي في كتاب الخطط الجزء الثاني صفحة 489. طبعا مصادرنا بقى بتكمل القصة دي انه كان حاضر معاه انبا مقار او مكاريوس اسقف اتقاو اللي هو احد الثلاث مقارات. اللي يروح فيكم دير ابو مقار يلاقي اجساد الثلاث مقارات، مكاريوس الكبير ومكاريوس سكندري ومكاريوس اسقف ايدكو، ده اللي احنا جايبين سيرته. وهو ده اللي كان المرسال اللي بعت معاه الرسالة دي والدرسين وشعر لحيته. وطبعا خلى كل اولاده في الاسكندرية ومصر ملتهبين بالايمان السليم ومتمسكين به. وده كان السبب في استشهاد انبا مكاريوس، لانه ضربه احد الجنود في مكان حساس فسقط ميتا، وجسده حاليا موجود في دير ابو مقار وهو احد المقرات الثلاثة. حتى انه اراد ان يشارك البابا ديسقورس نفيه لما حكموا عليه، قال له لا ارجع انت ثبت المؤمنين وخد الرسالة دي مني هناك. لكن مين اللي راح معاه؟ ساويوستوس اللي هو ايه تلميذه، وده كان للمنفعة لانه سجل لنا سيرته بالتمام والكمال. طب ايه تاني من ضمن الامور التي وجهوها الى ديسقورس؟ لازم نفند كل الحاجات دي. موضوع اطاخي، اطاخي لانه موضوع اطاخي ده لحد النهاردة بيسبب لنا مشكلة ككنائس الشرقية في نظرهم، لان لحد النهاردة بيتهمونا من اول البابا ديسقورس لحد النهاردة بالاطاخية. طبعا كلكم عارفين ان اطاخي كان رئيس دير فين؟ قسطنطينية. جه مصر؟ ما جاش مصر. علم في مصر؟ ما علمش في مصر. كان ليه اتباع في مصر؟ طب امال العيب عندكم وبتلزقوا فينا ليه؟ اما ده من عندكم من قسطنطينية، وده هرتق عندكم هناك، وهو اللي قال انه الطبيعة الناسوتية دابت في الطبيعة اللاهوتية كما تذوب نقطة الخل في المحيط. يبقى معنى كده ان اطاخي قال طبيعة واحدة. طب واحنا بنقول طبيعة واحدة يبقى احنا اطاخيين ولا المفهوم هنا يختلف؟ ما هو عدم استعمال الدقة في التعبيرات اللاهوتية يؤدي الهرطقة. وممكن بسلامة نية حد من الطوائف التانية او الاجانب يسألوك انت مونوفيزيت بتاع الطبيعة الواحدة، بكل فخرة تقول له ايه، لكن اللي في ذهنه هو ايه؟ اطاخي. وانت اللي في ذهنك ايه؟ ديسقورس.
لما جاء أطاخي إلى مجمع أفسس الثاني قدم صورة إيمانه مكتوبة أنه إنسان نقي السيرة ونقي الإيمان. فقال الرجل ما لهوش أي حاجة. وطلب البابا ديسقورس وثائق مجمع أفسس وقرأت في مجمع خلقدونيا. ما لهوش حاجة أنه أطاخي قال عليه أي حاجة. قالوا له بس رجع بعد كده عن الإيمان. فرد بالكلمة المشهورة قال إذا كان أطاخي ارتد عن هذا الإيمان السليم فإنه لا يستحق الحرم فقط بل يستحق الحرق أيضا. أنا عارف أن الكلمة صعبة لكن هو بيقولها كمان له سلطان، وهو بيقولها نتيجة علمه الغزير في اللاهوتيات. ولكن لم يسمع له أحد في المجمع المشؤوم واتهموه بأنه أطاخي. عايز أقول لكم معلومة تاريخية جميلة جدا. عندنا كتاب موجود في مخطوطاتنا وربما يكون 12 اسمه اعترافات الآباء، كتاب مشهور جدا وتسابونا عارفه مخطوط، وأعتقد مرة كان نشره أنبا صمويل المتنيح أسقف شبيل القناطر رجل علامة عن ولا دير المحرق، دير المحرق أخطيت المهم 12 مرة يعني، بس يعني يحتاج إلى يعني زمولي إعادة تحقيق على نسخ كثيرة ويظهر للوجود، يعني ننتظر أن حد يقوم بالمهمة دي. المهم ضمن كتاب اعترافات الآباء هناك رسالة أو مقالة كتبها البابا ديسقورس اسمها ايه؟ ضد أطاخي. وكتبها ووجهها الى شخص اسمه إبريتون. إبريتون ده كان بعت له رسالة وسأله عن معتقد أطاخي ومعتقده هو، لان الكلمات زي ما قلت لكم متقاربة فبتعمل سجس وفي ناس كتير مش فاهم الصح ايه. فكتب البابا ديسقورس رسالة طويلة ما زالت موجودة نشكر ربنا اسمها ضد أطاخي، يفند كل ما قاله أطاخي بقوة وبنعمة من الروح القدس وبتعبيرات لاهوتية سليمة استعان فيها بكل كتابات الآباء السابقين عليه. ولكن رغم هذا كله لحد النهاردة مش راضيين يطلعوا من العقول إذا كان اللاتين ولا البيزنطيين إن كنايسنا كنايس ليست أطاخية. وعشان كده في الاتفاقية اللاهوتية اللي وقعت سنة 1988 مع الكاثوليك، وهي نفسها التي وقعت مرة أخرى في سنة 1990 مع الكنائس البيزنطية مع الروم، كانت متعدة أسطر يعني في عهد البابا شنودة الثالث، قصدوا وركزوا على انه ينهوا هذه الاتفاقية ان كل منا يحرم تعاليم نسطور وأطاخي. خدوا بالكم الاتفاقيات اللاهوتية دي بيقعدوا يصيغوا فيها سنين مش شهور، سنين. وكانت يعني الاتفاقية اللاهوتية عبارة عن 5 سطور بس، هقراها لكم في الاخر، 5 سطور بس. كانوا حريصين على انه في الاتفاقيات اللاهوتية دي يقولوا هذا الكلام ووقعوا عليه من كلا الكنائس. لكن تعالى برضو رغم كده انه تيجي تقول لهم احنا مش أطاخيين، لا يا عم انت أطاخي. عشان كده طوبى لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم مش لانها تسمع وبس ولعقولكم لانها تفهم، العقولكم لأنها تفهم. ده واضح أنه صلابة الرأي على الخطأ هو عمل شيطاني بحت. طبعا البابا ديسقورس قام بتفنيد كل هذه الاتهامات ولكن لم يسمع له أحد. وكانت أوروما بالذات موجهة للاتهامات ضده شخصيا دونا عن الثلاثة الذين رأسوا مجمع أفسس على أساس خوفا من شخص ديسقورس السكندري، لانه الخلفية التاريخية لقيادة كنيسة الاسكندرية للمجامع
وللرد على الهرطقات، ومدرسة اسكندرية اللي ليها باع طويل في التفسيرات اللاهوتية اللي تلمذت العالم كله، خوفت كتير من هذا النفوذ. انا عايز اقول لكم لحد النهاردة كتير من الكنائس الاخرى، شوف برغم ما عانيناه من اضطهادات واستشهادات وعددنا قل ونفوذنا قل وبقينا يعني قليلين شوية في العدد، لكن لحد النهاردة كنائس كتير خايفة من فكرنا اللاهوتي. قابلني احد الاباء مرة من احدى الكنائس، هو ابتي بس بيخدم في اوروبا، فيها كنيسة من الكنائس البيزنطية اللي مش قليلة يعني، وقال لي انا متصاحب عليهم قوي مع الاساقفة ومع البطرك واواوا، قال لي الناس دول محبين لينا جدا. وفي مرة قالوا لي تعرف الاتحاد متأخر ليه؟ قال لهم ليه؟ قالوا احنا خايفين منكم، لان في ذهننا زعامتكم الاولى للعالم المسيحي كله، انتوا لو تمكنتم في الوحدة هتقودوا العالم المسيحي بفكركم ده. انتوا لحد النهاردة اقوياء في الروحانية، ولحد النهاردة اقوياء فين؟ في التعليم. والدليل على كده الناس الحلوة اللي انا شايفها قدامي اللي بتتعلم التعليم اللاهوتية الجميل، والمعاهد الكتيرة اللي بندرس فيها بشوف فيها نماذج طيبة جميلة حلو. وحتى كهنتنا لا يكتفوا بانهم خلاص اترسموا واكتفوا بكده، لا، يرتقوا في العلم ويرتقوا في الفضيلة ويرتقوا في اللاهوت، ودي حاجة جميلة تميز كنيستنا القبطية الارثوذكسية. ففي خوف، وطبعا الخوف ده منبعه الشيطان اصلا. الشيطان طبعا مش عايزنا ان احنا نوصل للحتة دي. طبعا من هذا الوقت كان التحميل من اول جلسة على البابا ديسقورس، واخدوا قرار بعد الجلسة الاولى وهو نفسه اللي قرروه في نهاية الجلسات. قالوا ايه؟ النص ده انا جايبه لكم من كتاب وضعه احد الاباء من الكنيسة الهندية الارثوذكسية اللي هو فيه سي صمويل، في كتابه اسمه خلق دنيا اعادة فحص. ده كتاب ضخم كده، كان رسالة دكتوراه هو قدمها في احدى يمكن جامعة اكسفورد ان لم تخن الذاكرة، اكسفورد وطبعا يعني خرجت هذه الرسالة ممحصة جدا، ورد اعتبار ديسقورس وكنائسنا الشرقية كلها، لان الله يعمل طبعا في امور كثيرة ولا يترك نفسه بلا شاهد. فانا جايب لكم نص الحكم من هذا الكتاب، انصحكم تقروه يعني، معلش هو يمكن غالي شوية لكن كتاب جميل قوي. ديسقورس اسقف الاسكندرية، وجوفينال اسقف اورشليم، وسليوس اسقف قيصرية كابادوكيا، ويوسابيوس اسقف انقرة، وافستاسيوس اسقف بريتوس، وباسيليوس اسقف سلوكية، دول اللي كانوا مشايعين للبابا ديسقورس في المجمع يعني. هؤلاء هم الرجال الذين كانوا بالفعل مسؤولين عن قرارات مجمع افسس الثاني، وبالتالي ينبغي عزلهم جميعا. ده ايه الحكم المتسرع ده؟ طبعا في اخر جلسة زودوا على كده حكم النفي الى جزيرة غغرة. واضح طبعا التحميل اللي كان واضح من اللحظات الاولى ومن الجلسات الاولى على البابا ديسقورس. طب غير شهادة الدكتوراه دي، في حاجة تانية تاريخية عايز اقول لكم عليها. ايه هي؟ تعالوا ننط من القرن الخامس للقرن الـ18، يعني بعد كم قرن؟ 13 قرن. طب اشمعنى القرن ده بالذات؟ روما قامت بترجمة كتاب اعمال مجمع خلق دنيا من الوثائق المكتوبة باللاتينية اللي هي اللغة الاوروبية القديمة وهي لغة الكنيسة الطقسية الى اللغة العربية في القرن 18. اشمعنى؟ لان في هذا القرن بالذات كان للمرسلين فرانسيسكان فرانسيسكان بالذات، رهبانة فرانسيسكان كانوا ابتدوا يأثروا على بعض اعضاء الكنائس الشرقية
ولما فشلوا في اخضاع الكنائس لروما حسب مزاعم رئاسة بطرس ورئاسة روما بدأوا يقتنصوا البعض وكونهم منهم بطرياركات صغيرة كده اللي هي بيقولوا عليها الطوائف الكاثوليكية الشرعية. في المحاضرة التانية انا هتعرض الموضوع ده بتفصيل اكتر يعني. فراهم ترجم لهم اعمال مجمع خلق دنيا لما قالوهم ان انتوا ظلمتوا ديسكورس. قالوا لا مين قال كده؟ فراحوا اعادوا طبعه طبعا بالمطابع البدائية اللي كانت موجودة في هذا الوقت وبدأوا يوزعوه مجانا على الشعوب المسيحية الشرقية على السوريان وعلى الأقباط وعلى الأرمن فبدأوا الناس انه يقروا بتأني اعمال مجمع خلق دنيا من خلال الترجمة من النص اللاتيني. ايه اللي حصل؟ اتضح كذبهم واتضح ان ديسقوروس كان على حق واضطر بابا روما انه يبعت ويرسل يجمع كل النسخ ويؤمر باحراقها. ده دليل على ايه؟ دليل على الفشل اللاهوتي. يعني حتى الوثيقة اللي انت جابها من عندك تدل على براءة هذا الانسان العظيم. وطبعا لما اقتنسوا جزء من الاقباط وعملوا لهم كنيسة حديثة باسم بطريركية الاقباط الكاثوليك يجوا في المجمع عند اسم ديسقوروس واللي يحصل؟ طبعا طبعا عايز اقول لكم ان البابا ديسقوروس لما شاف ان الامور متجهة ضده بهذا الشكل هو مجموعة من الاباء المخلصين للكنيسة وبعتوا لهم عشان يوقعوا على هذه القرارات كتبوا حرمانات لكل من يعتنق ما ورد في توماس لاون ومجمع خلق الدنيا وما يتبعه. وكل شوية كانت كنيستنا والكنائس الشرقية تجتمع في مجامع محلية وتجدد هذه الحرمانات ولا تزال هذه الحرمانات موجودة للآن وقائمة. عشان كده مفيش شركة بيننا وبين الكنائس الخلق الدنيا. صحيح احنا بنصفي نقط الخلافات وخصوصا حتى خلق الدنيا بالاتفاقية اللي انا قلت عليها من شوية بتاع سنة 1990 لكن للآن لم ترفع الحروم. للآن لم ترفع الحروم. طيب ماذا كانت نتيجة وتأثير خلق دنيا على كنيسنا الشرقية؟ نمرة واحد فرض بطرك بقرار ملكي سميناه احنا ملكاني او واتباعه يسموا الملكية بقرار ملكي يحل محل البابا الشرعي في كرسي الاسكندرية ويحل ايضا محل برضو في انطاكيا نفس الامر برضو اخواتنا في انطاكيا نفس الامر عانوا من نفس الموضوع. ومن هذا الوقت ابتدت سلسلة البطاركة الخلق دنيين الموازين البطاركة الشرعيين اللي هم اطلقوا على نفسهم اسم الروم الارثوذكس وما زالوا لحد النهاردة. ولازم شرط اساسي لازم يكون اجنبي خواجة يوناني وكل ما يموت البطرك يبعتوا يستوردوا ايه. والتاريخ جميل في الحتة دي يقولك ما حدش كان يصلي معاه الا الحمية اللي هي جوه جاي في حمايتها. وطبعا بسبب كده حصلت مذابح حصلت مذابح هقول لكم. نمرة اتنين غلق والاستيلاء على كل كنائس الاسكندرية اللي هي مقر الكرسي وابعاد الاقباط عنها. عشان كده تاريخ البطاركة يقول لنا ان في عهد البطاركة اللاحقين خرجوا خارج الاسكندرية وبنوا لهم كنيسة الانجيلين الاربعة لو متى مرقس لقى يوحنا ناحية عمود السواري وناحية المسرح الروماني. ولحد النهاردة اللي يروح عند المسرح الروماني في تيجان الاعمدة اللي عليها الصلبان بتاع الكنائس دي اندثرت طبعا. وكنيسة كانت باسم قزمان وديميان. الكلام ده ان شاء الله لما الكتاب بتاع اسكندرية يطلع هتقروا فيه التفاصيل كلها. التأخير مش مني التأخير من احدى مؤسسة سان مارك للتوثيق. نمرة ثلاثة اضطهاد
ونفي وضرب وقتل جميع رجال الإكليروس الأرثوذكسي على مختلف كنائسهم الشرقية. طب واحد يقول لي اشمعنى يعني؟ مش غريبة دي؟ لا، ده هم ركزوا في الحتة دي بالذات، قال لك لو احنا قضينا على الإكليروس الأرثوذكسي ايه اللي هيحصل للشعب؟ خلاص مش هيلاقوا حد يعمد لهم غير احنا، حدش يقدس لهم غير احنا، حدش يكلل لهم غير احنا، فهيضطر الشعب طوعية. وعشان كده كلمة يعقوبية دي جت منين؟ او يعقبة، لانه فوضوا القديس يعقوب السروجي، يعقوب البردعي اقصد، اخطيت، قديس يعقوب البردعي، في واحد تاني اسمه السروجي، الاثنين سوريان، فوضوه في ادارة كرسي انطاكيا وكرسي اسكندرية، يعني البطاركة يا اما محبوسين يا اما مطرودين. فيعمل ايه القديس يعقوب البرادعي؟ وسموه البرادعي لان كانت كل جلبيته ما تتقطع يحط لها رقعة، والرقعة لما تتقطع يحط لها رقعة، فاصبحت هدومه عاملة زي بردعة الحمار، دي حقيقة تاريخية، عشان كده سموه البرادعي، ملوش دعوة باي اسم تاني يتشابه معاه يعني. فركز القديس يعقوب البرادعي على اختيار الصالحين ورسامتهم أسقف وكهنة وشمامسة في مختلف الرتب الكنسية، حتى ان المؤرخين يقولوا انه اللي رسامهم يعقوب البرادعي اقتربوا من 100,000 رجل من رجال الإكليروس، يقبضوا على صف ويعدموه يلاقوا ايه؟ يلاقوا صفوف اخرى، وسمحوا للبعض في هذه الفترة انه يتخلوا عن الزي الكهنوتي ويلبسوا اي زي، لان الكلام ده موجود في سيرة البابا اغاصون رقم 39 اللي جهت بعد البابا بنيامين، انه في فترة الاضطهاد الخلقدوني كان يتزي بزي نجار ويحمل ادوات النجارة ويطوف في شوارع الاسكندرية، وولاده طبعا الأقباط اللي عارفينه، تعالى يا عم نجار في باب عندنا صلحه، هو مش الباب اللي يصلحه ده، عايز يصلح القلب، عايز يعترف، يشيل عدة النجارة ويحط عدة المذبح، ياخد الاعتراف ويقدس ويناول وبعدين يطلع، وهكذا. ففي الفترة دي كان التركيز على رجال الإكليروس، وكان الله لم يسمح أبدا بأنه من ينقطعوا سلسلة الكهنوت. مش بس رجال الكهنوت، طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ بدأوا يركزوا على الشعب في القتل، وعندنا مازال السنكسار القبطي يحمل لينا تحت يوم 23 مصر، يوم كام؟ 23 مصر، استشهاد 30,000 شاب مسيحي في الاسكندرية قتلوهم بسبب عقيدتهم الارثوذكسية. مين اللي قتلهم؟ المسيحيين الخلقدونيين، 30,000 شاب، وطبعا خدعوهم، لهم نختار منكم للجيش والجنودية والفروسية والكلام ده كله، وطبعا لما اجتمعوا كلهم أقباط أرثوذكسي يلا اقتل، فقتلوه. في الفترة دي اتفقعت عين الأنبا صمويل المعترف بسبب رفضه لتوماس لاوي، في الفترة دي اتشتتوا رهبان الأديورة بسبب هجوم البطرك الملكي اللي اتفرض عليهم بقوة السلاح وعايزينهم يمضوا بالعافية، فرفضوا، وكتير منهم اخد اكليل الشهادة، وقعدنا تحت هذا المرار وتحت هذا العذاب مدة 190 سنة، من سنة 451 خلق دنيا المشؤوم الى دخول العرب مصر في سنة 641. نتمنى أن ترجع الكنيسة إلى عقيدتها الأولى، ونتمنى في الوحدة المسيحية أن كلنا نرجع إلى هذا الإيمان الأصيل اللي قدمه ديوسقوروس بنقاوة. وعايز أقول لكم الاتفاقية اللاهوتية اللي وقعت سنة 1990 هي نفس ما قاله ديوسقوروس في خلق دنيا، لا غيرنا ولا بدلنا، وده اللي احنا بنقوله في لترجيتنا في الاعتراف الأخير، أن لاهوته لم يفارق ناسوته
لحظة واحدة ولا طرفة عين. عندناش انه نقطة الخل دابت في المحيط زي أطاخي ولا بنقول زي نسطور. هو الإيماننا اللي احنا ورثناه والمستقيم وسيظل مستقيم طول ما احنا مستقيمين. شكرا لمحبتكم والاستماعكم. شكرا أبونا الحبيب أبونا يوسف، أشكرك كتير أبونا. في سؤال، بالمناسبة أنا بشكر أخواتنا اللي حاضرين معانا النهاردة، بشكركم كلكم، لأن يعني الاجتهاد والتفتيش والبحث ده معناها أن الإنسان واعي وغيور ونفسه يتعلم. ساعات في البدايات، في بداية كل سنة، الطالب بيجد شوية ان اللغة دي شوية تبقى ممكن تبقى تقيلة عليه، بتمشي الحكاية واللانجوج بتاعنا بيمشي بعد كده. كان في اخوة واخوات كان المفروض يتخرجوا الدفعة اللي فاتت، لكن نظرا لأسباب إما غياب إما البحث إما ما كانوش حلين كويس في الامتحان، أرجو إن احنا نتفاهم ويمروا علي عشان خاطر نرتب مع بعض كيف سيتم تخرجهم. كمان الحمد لله على السلامة أختنا العزيزة سامية، اتفضلي. سامية جابت امتياز بس كانت في كندا وما حضرتش معانا حفل التخرج. كنت معنا الغائب الحاضر، اتخرج 120 واحد. كان نفسي اشوفك بالروب والتخرج وتاخدي الشهادة من الاباء الاسقفة ممضية من قداسة البابا. وكان بحق يوم التخرج كانت الكنيسة كلها اللي حضر يحكي لك، كان حفل فوق الوصف فوق الخيال. كانت الكنيسة كلها من بره كلها مزينة باللون الابيض وبالورد، وكان يوم جميل جدا اتعشم انك تشوفيه لان كان يوم مذهل اكثر مما توقعنا. فاعطى قيمة للدراسة واعطى قيمة للشهادة، واحنا اتشرفنا بان انتوا خدمتوا معنا. ما انا بعيشها الحفلة لانها ما كانتش موجودة. مبروك. برضو انا فرحان النهاردة معانا اكتر من 12 واحد من اللي اتخرجوا، ما بين 12 و15 واحد من اللي فعلا اتخرجوا. وده معناه ايه؟ معناه ان احنا بندرس من اجل الدراسة، ندرس من اجل الدراسة، وكده بقى احنا ماشيين صح. لان دايما الانسان اللي عايز يتعلم بيحس انه بيبدأ من نقطة انه لا يعرف. فحاجة جميلة جدا. اتمنى الناس اللي اتأخروا في التخرج لسبب او لاخر نقعد مع بعض، لان يعني ضروري انكم تاخدوا الشهادات وضروري ان يحتفى بيكم. في اسئلة جات لابونا. سؤال بيسأل قدسك كلمة الأمانة، ماذا تعني كلمة الأمانة؟ كلمة الأمانة هي كلمة تاريخية وردت في تاريخ البطاركة في كل التاريخ، اللي هي معناها بمفهومنا الحالي قانون الإيمان. قانون الإيمان، لأن كلمة الأمانة تحمل أن احنا أؤتمنا على هذا الإيمان، وزي ما قال بولس الرسول ما سمعته مني أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين. أبونا في سؤال بيقول اشرح لنا إزاي المسيح إله كامل وإنسان كامل، إزاي جاع وعطش وبكى وهو ربنا في نفس الوقت؟ ترفق بينا يعني وجاوب على السؤال. المسيح له كل المجد، زي ما يوحنا الإنجيلي في بشرته في أول إصحاح
لما قال الكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا. إذن الكلمة اللي هو اللاهوت كلم عقل الله أراد أن يتجسد، يعني يحتجب جوه جسد، لكن الاحتجاب ده عن أعيننا البشرية، لكن اللاهوت موجود داخل الجسد وإيه وخارج الجسد، زي إزاز اللمبة دي النور جواها جوه الإزاز وبرا الإزاز، الإزاز ما منعش أن النور يخرج لنا مش كده. فهو من ناحية لاهوت هو إله كامل له كل المجد والعظمة والقوة، والكلام ده بقى يطول شرحه، سلطانه على المية، سلطانه على إقامة الأموات، سلطانه على تفتيح أعين العميان، فهو إله كامل. ومن ناحية إنسان كامل، أنا طبعا مش بفرق لكن بشرح بطريقة بسيطة، إنسان كامل أنه اتخذ كافة ناسوتنا وجسدنا ما عدا حاجة واحدة، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة واحدة. وهتدرسوا بعد كده في المجامع ان واحد زي ابو ليناريوس اسقف اللاذقية قال ان الناسوت او الجسد اللي خده المسيح ما فيهوش روح انسانية، وان اللاهوت حل محل اللاهوت، محل الروح اخطيت. فهنا حربته الكنيسة وحرمته وقالت لو كان اخذ جسدا بدون روح يبقى ده جسد حيوان، يبقى اللي تم من الخلاص ده خلاص للحيوان وليس للإنسان. فهنا من ناحية نقول جسد كامل يعني ناسوت كامل. وعشان كده القديس باسيليوس في القداس، مين حضر منكم مؤتمر الليتورجية؟ طيب أنا ركزت في المحاضرة بتاعتي في تاريخ تطور القداس الباسيلي على كلمة تجسد وتأنس. تجسد بمعنى اتخذ جسدا، لكن ممكن يفهم منه انه هذا الجسد بدون روح ابو ليناريوس وقعنا في هرطقة، لكن تأنس يعني صار انسانا كاملا، ادي معنى الاثنين. لكن الاثنين اتحدوا مع بعض في وحدانية كاملة بنعبر عنها بكلمة الطبيعة الوحدة، هذا هو ايماننا الارثوذكسي. ابونا قدسك، عايزين الخلاف دلوقتي بيننا وبين الكنيسة الخلقيدونية، هل هو عقيدي الى الان ام اداري ام العوائق سيكولوجية بين في الوحدة بين الكنائس؟ سؤال حلو وسؤال جميل لكن يحتاج الى وقت للشرح، بس نحاول نختصر. لازم نقول الاول ما هي الكنائس الخلقيدونية الان في القرن 21. في أيام خلقيدونيا قلنا الكنيسة اللاتينية كرسي روما وما يتبعها، والكنيسة البيزنطية كرسي القسطنطينية وما يتبعها، خلقيدونيين. لكن جم في القرن 11 انقسموا الاثنين على بعض وحرموا بعض، فأصبح البيزنطيين لوحدهم وأصبح اللاتين لوحدهم. طب في القرن 16 البروتستانت احتجوا على الكاثوليك وطلعوا منهم، طب هم خلقيدونيين برضو، كل دول اسمهم خلقيدونيين. فاحنا دلوقتي في المباحثات اللاهوتية بناخد كل كنيسة على حدة، عشان كده بقول الاتفاقية اللي وقعناها مع الكاثوليك 88 عدناها نفسها مع الروم البيزنطيين سنة 90. وطبعا لنا مباحثات مع البروتستانت، بس طبعا البروتستانت هوة الخلاف بيننا وبينهم واسعة جدا بسبب امور تانية كتير. فهنا اقرب ناس لينا من ناحية عدد الهرطقات او البدع او يعتبروا الروم الارثوذكس، يعتبروا الروم الارثوذكس. واحنا صفينا معاهم بموجب الاتفاقية دي حتة الطبيعتين، ولكن هناك افكار حديثة ظهرت وسط الروم، بعضها يتعلق بوراثة الخطية الجدية، يعني مش الكل بيعتنقها، لكن لقينا كتير من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدأ يظهر فيهم هذا الفكر، بدأ يخش لهم ايضا نقد الكتاب المقدس وما الى ذلك، مع انهم كنيسة ما التشكيك في الكتاب المقدس، كل هذه حاجات حديثة، بس لو ما تلحقتش يتقضي عليها هتزداد الهوى. لكن البابا شنودة كان اسرع الى حتة الروم هنا في اسكندرية مع بطرك الروم هنا، ان وقع اتفاقية ثنائية
لحد ما بقيت الكنائس تتفق انه العائلات المشتركة ما بين الاقباط والروم، يعني ولد من الروم متجوز بنت قبطية او ولد قبطي متجوز بنت رومية، اتفق في عهد البطرك بطرس السابع، بطرك الروم الارثوذكس في اسكندرية اللي هو وقعت بيه الطيارة الهليكوبتر وراح يزور جبل اسوس في اليونان، عمل اتفاقية ثنائية ان احنا العائلات المشتركة دي نناولها في كلا الكنيستين. يعني معنى كده ان لما يجيني خريستو اللي متجوز مريم القبطية اناوله هو ومريم. طب لما خريستو يجيب امه معاه اناولها ولا مناولهاش؟ هتختلفوا فيها انا واثق. يعني خريستو مؤمن وامه مش مؤمنة؟ شفتوا هنا بقى كان الذكاء بتاع البابا شنو ده، انه قدر يلم الامور حتى على المستوى المحلي هنا من خلال هذه الاتفاقية الى ان ال 14 كنيسة البيزنطية يتفقوا مع الستة الشرقيين، ودي كانت خطوة جميلة جدا. الروم بيعتبروا ان البابا شنو ده ضحك عليهم فيها. يعني نتمنى اليوم اللي يجي ان احنا نلم كل الخلافات دي مع بقية الخلق الدنيين من كافة الكنائس. في حد بيبعت لقدسك سؤال ربما يكون بره المحاضرة، لكن بيقول لقدسك في كلام كتير دلوقتي حوالين التراث العربي المسيحي وناس بتنتقد هذه التسمية، فهل ده تراث قبطي ام تراث عربي، واين هويتنا في هذا السجال؟ يعني انا بشكرك على السؤال ده، بس انا سئلت هذا السؤال من عدة اسابيع ولكن انا فضلت الصمت، درجة النهاردة وانا جاي في السكة انا يعني احد الاعضاء المنظمين للمؤتمر السنوي للتراث العربي المسيحي، واضح ان هناك سوء فهم لهذا الموضوع، واضح جدا 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 من خلال الهجوم اللي حصل ومن خلال الكلمات كتيرة اللي اتقالت. إذا قيل أننا نحن أقباط فهذه حقيقة تاريخية لا يمكن أحد ينكرها، لا من ناحية جنسيتنا ولا من ناحية عقيدتنا ولا من ناحية كنيستنا ولا من لكن لكن كلمة التراث العربي المسيحي يركز على الفترة بعد دخول العرب وما نتج من فنون وأثار وتاريخ وما تم تعريبه من التراث من اللغة اليونانية إلى العربية أو من القبطية إلى العربية. احنا معظم تراثنا أو كتير منه اتعرب، فاحنا بنركز في الحتة دي. وبعدين لو قلنا تراث قبطي فقط يبقى معنى كده ان احنا بننبذ اخواتنا السريان وننبذ اخواتنا الموارنة والشوام والكلدان وحتى النصاطرة. النصاطرة برغم عقيدتهم التشبه الفساد لكن عندهم انتاج، يعني مارس حق السورياني ده ايه؟ نسطوري من قطر، نسطوري يعني مش عارف ازاي بعض الكتابات حتى كنيستنا بتدي له لقب قديس، ده راجل نسطوري لكن له كتابات رهبانيه حلو بننتفع بيها ونسيب الباقي من العقيده. لكن هذا الامر يحتاج الى ان احنا نجتمع كمؤسسين وكرابطه للتنظيم المؤتمر ونصدر بيان او يعني نقول محاضرة نفند فيها الاراء دي، لان فوجئت حد بيتكلم بيقول انه ما فيش كنايس الا في العصر العربي وانه ايه ده احنا كده بنبوظ التاريخ وبنبوظ العقيدة وبنبوظ كل حاجة. فواضح ان هناك سوء فهم لهذا الموضوع. هذا الامر يحتاج الى تأني والى صدور بيان والى ان الناس اللي بيحضروا المؤتمر بتاع التراث العربي يعرفوا الكلام ده. اشكر استماعكم، اشكر اتسابونا، ناخد 10 دقايق تتفضلوا تشربوا حاجة، بس 10 دقايق ما تزيدش عشان الوقت بتاعنا. شكرا جزيلا.